السلام عليكم، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. اش قالوا ناس زمان على ناس السوء؟ قالوا تلاتة عا خسرهم: صاحبك الجحد، ودرسك الفاسد، وجارك الحاسد، والهم اذا كتر يضحك. قالوا ناس السوء بحال الفحم، الى ما حرقك يكحل لك وجهك. الغدار ديما غدار، ولو تشرك معاه طعام الدار. لا تثق في بنادم البراني ولا في شمس الليالي. لا تصاحب اللي يشوف فيك الخير ما يذكره، يشوف فيك العيب ما يستره. ناس السوء اعطيتيهم عينيك يطمعوا في حواجبك، فرشنا لهم الحرير وفي الاخير خرجوا نكارين الخير. واللي درتو من حبابي كلا حقي في غيابي. اللي يضحك ليك حظي من خيباته، بحال الديب اللي خدع الراعي في نعجاته. سير وفي طريق صحيح حط رجليك، ولا تحقر ضعيف يقيسك بدعواته. ضربوا الحلقو انسى اللي خلقو، اللي دارها بيديه يفكها بسنيه، واللي فيه شي بليا الله يعفو عليه. بنادم الخبيت يقول لك انا معاك، ووقت الحزة يقول لك الله معاك. عنقود العنب يتكال حبة بحبة، وقليل الاصل وقت الشدة يتخبى. الا تبعوك الناس بعينيهم، غير سمح في حاجتك وبعد عليهم. قالوا زمان الدوام يتقوى الرخام، ولي ما تعلم في الكتوبة تعلموا ليام. دخان يعمي ولا برد يقتل، اللي عشر نحل ما يشكي من لسعاته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.